ممكن هلا حنشتغل احنا وياكم بالدوزيام سيونس هيدي على الانرجي، لانه كل موضوع اللي له علاقه بالترافاي خلصناه، ما عاد عندنا شيء فيه الا اذا حدا عنده اسئله قبل ما بلش في يسالني. هلا اوكي، ابلش انا هلا بالموضوع الجديد اللي هو انرجي. اوكي تيتر انرجي دوزيام بارتي في شابتر انرجي. نعم، حدا عم يسأل، كان كأنه حدا عنده سؤال قبل ما كفي قبل ما بلش. نعم، مش محل عش. نعم، في بس إذا عطينا دومي سيركل نعملها إنه دو بي سور دو، يعني تصير بس بي. إيه، ما هي الأنجل نفسها تيتا انترسبت لونجر بي، شو بتصير؟ بي ار بي، بس بتصير ار فوا بي. تتا ايجال بي، بس بتحطي محل التتا قيمتها. حتى بتزبط باللونجر للكونتور للسيركل كلها. طيب عندك الكونتور للسيركل انترسبت تتا ايجال دو بي، بتصير دو بي ار، نفس الشيء. ما فهمت استاذ. اوكي بنعيدها. طيب عم بقول انا اذا كانت هيدي ال ال بشكل عام لونجر دو لارك كي انترسبت تتا. طيب لونسكو لارك انترسبت تيتا اي لارك دو سيركل كلها سوا، الكونتور للسيركل كلها سوا، انترسبت كل انجل دو بي، قد ايه طول الارك؟ ال ايجال تيت ار فوا الانجل هي دو بي، فاذا دو بي فوا ار، ونحن حافظينها هيك دو بي فوا ار. اذا دومي سيركل يعني بتطلع منطبق نفس الشيء. ايه نفس الشيء، بي فوا ار، التيتا هي بي فوا ار. ماشي يا استاذ، اهلا وسهلا. طيب حدا عنده اي سؤال تاني قبل ما نكفي؟ طيب سؤال لإلكم، راح اكتبه انا وفيكم تفكروا وتجاوبوا فيه. كونت اسكون فورس او كان كور possède de l'énergie. أمتى بكون عندي جسم عنده انرجي؟ Quand est-ce qu'un corps possède de l'énergie؟ أنا ما بعرف إذا اللي حقوله صح، بس أغبو صح منقوله، المهم منقول إحنا لحتى نعرف. تفضل. لما نكون أغبو يكون عندنا انرجي، او ريبو بيكون يعني اذا كان او موفمون ببطل عنده انرجي، هيك بفهم. بس اقل انا هيك بحس انه بس تكون انت عم مارس. اذا كان عنده بويسونس، اذا كان عنده بويسونس بكون عنده انرجي. اكيد اذا كان عنده بويسونس عنده انرجي، بس انت بكون عنده بويسونس او انرجي. طب ما كان عنده ترافاي. طيب لاقول لك شغله، مثلا اذا عندي لنقول سياره ماشي بسرعه معينه، عندها انرجي ولا ما عندها؟ قديش عنده وصمات يا استاذ؟ لوسكين فواتير اي اون موفمون على فيتيس ا اون فيتيس كونستانت دو فالور في، عندها بوسيد دو انرجي صح؟ بوركوا؟ لانها هي اون ترافاي صح، الي كابابل دو فورنير ان ترافاي. احسنت. Donc, on peut dire qu'une force effectue ou possède de l'énergie lorsqu'il est capable d'effectuer un travail. Quel jisme aide à faire le travail? Tu vois, ma elle t'a mis à faire le travail. Elle est capable. OK? Donc, un corps ou une force possède de l'énergie lorsqu'il est capable de fournir un travail. Lorsqu'il est capable de fournir un travail. Le poids, nous avons
انه هو الجسم اللي عم بيعمله الفاس، مش الفا هو وحده من الفارس اللي ممكن يكونوا موجودين، بس هو مش كل الفارس، ما بيختص لكل شيء. بس انه هو الفارس بنحسبه على الجسم. ايه هو الفارس موجود دائما، سواء شو ما عملنا موجوده هاي الفارس. طيب لنقول مثلا انتوا، لنعطي اكزامبل، انتوا قاعدين هلا عندكم انرجي ولا ما عندكم؟ عندنا، عندكم انرجي لانه قادرين تعملوا تربات. يعني انتم قادرين تحلوا الاكزرسيس بدون ما حدا يقول لكم، قادرين تراجعوا الريكورد هودي اللي بعثنا لكم اياهم بدون ما تعملوا، بدون ما حدا يقول لكم، قادرين تشتغلوا. بس ما بدكم، ما في ترافاي، ما عم تعملوا ترافاي، بس في انرجي، الانرجي موجوده صح؟ عندكم انرجي بس ما بدكم تستعملوها للانرجي. اوكي، فاذا مش ضروري كل جسم يكون عنده انرجي يكون عم يعمل ترافاي، ما في داعي. في يعمل ترافاي وفي ما يعمل بس عنده انرجي. ما قلنا خلق نستعملها. احسنت، ما بقول له ما إلي مروي، عرفت كيف؟ ما إلي مروي يعني ما إلي انرجي، ما عندي انرجي. اوكي، فاذا متمنى تزيد مروتكم وتزيد الانرجي اللي عندكم وتستعملوها، مش تزيد وتضل مطرحها ما بنستفيد منها، بتمرق الايام والوقت هيك على الفاضي. لازم نستعملهم، نستعمل الانرجي اللي عندنا ونحولها لترافاي. اوكي، فاذا يعني اذا عندي سياره مثلا واقفه فيها بنزين وشغال موتورها وكل شيء بس مطفيه وواقفه، عندها انرجي ولا ما عندها؟ عندها انرجي، عندها، بقدر ادورها وطلعها بطلعه ونزلها بنزله ومشيها، بقدر اعمل ترافاي، عندها انرجي بس مش عم تستعملها. اوكي، هلا اذا حجره موجوده على السطح عندها انرجي ولا ما عندها؟ ليش على السطح يعني؟ عشان توقع راس حدا، عرفتي كيف؟ عندها انرجي يا استاذ، عندها، لان اذا وقعت شو بتعمل؟ ترافاي. عرفتي ليش على السطح مش على الارض؟ لانه من على الارض مش على السطح. طيب اذا عندي سياره مثلا ماشي عندها ترافاي، طيب لنقول ريستور مثلا مشدود عنده ترافاي ولا ما عنده؟ بلا عنده، لانه اذا فلتته صح. المغايطة هاي اللي بيستعملوها لتنقفوا بعض بالصف، ذكرتوها مغايطة المسابقات دوراء. هاي عندها انرجي لانه بنقدر، بس تكون مشدودة بنقدر شو نحط فيها ورقة ونزد فيها على رفيقنا اللي قدامنا، مش هيك؟ نقدر نعمل ترافاي فيها، مزبوط. طبعا مش عم شجعكم انا، بس انه لازم، صح؟ مش ناقصهم تشجيع استاذ، ما تخافش علي. بعرف ترى جايين احنا، بس نرجع على المدرسه بنفكر بالموضوع. اوكي، اذا جالن بنزين موجود حدكم عنده ترافاي ولا عنده انرجي ولا ما عنده؟ بلا، لانه في حراره. بيقدر يعمل كل شيء، بيقدر يعمل ترافاي. طيب شو في عندكم شغلات؟ ايه تفضل. هو ما في يعمل ترافاي، نحن اللي لازم نعمل له انه يصير لنحمله هيك يعني هلا مو ما في حاله. ايه ممكن برقه مثلا تعمل له شيء، مهم ايه لحاله طبعا، بده انترفونسيون اكستيريور، بس في بعض الامور ما بدها انترفونسيون اكستيريور، سي ديكلونش الوي ميم. اوكي، حسب. بس المهم انه مش انت اللي عم بتلحقه وبتزته وبتخلي له هالسرعه هيدي تتزايد، هو عم ينزل جسم نازل من فوق، انت تركته بس. اوكي، بس كيف؟ ما انت اللي عملت له الفورس، هو عنده فورس، عنده بوزيشن معينه حولها لترافاي. اوكي، انت بس عملت الديبي وهو يشتغل كل شغله. اوكي، طيب عرفنا شو يعني جسم عنده ترافاي بيكون. نعم، اذا سياره مثلا ما فيها بنزين، ايه ما بيكون عندها انرجي، ما عندها انرجي. اذا كانت موجوده على الارض بالسهل مثلا، مش موجوده بنزله، تخيليها ما فيها بنزين ومبومره وباول الطلعه وانت تحت وفلتوها، شو عندها ولا ما عندها؟ اذا عطلت ايه، بس الترافاي مش ناتج عن البنزينات اللي بقلبها، الترافاي ناتج عن وزنها، تبعتي كيف؟ يعني البوا، صح. فسا ديبون دو لا بوزيسيون.
اوكي استاذ هذا الدرس خصته شيء بالانرجي ترميك بار دو بس يكون في عندي ريزيستانس ولا هاب الالكتريسيتي بالالكتريسيتي بس كله له علاقه ببعضه يعني كله عنده بيعطي انرجي اوكي في عندي انرجي الكتريك انرجي بوتنسيال وفي عده انواع من الانرجي هلا رح نشوف نحن انواع الانرجي بشكل عام رح ناخذ بروميير جونر دينرجي هو انرجي سينتيك طيب انرجي سينتيك سي l'énergie que possède un corps à cause de son mouvement. Donc, tout corps en mouvement possède de l'énergie cinétique. Mais ça met à cinétique, là, nous fait haraki, haraki, l'énergie. OK? Donc, un corps possède de l'énergie cinétique lorsqu'il est en mouvement. Donc, c'est l'énergie que possède un corps, par définition. C'est l'énergie. Ou, خلينا نكتب على السطر لحالة هاي الديفينيسيون. وبعدين الفورمولا دونك سي لينرجي كو بوسيد ان كور à cause de son mouvement. Donc, c'est l'énergie que possède un corps à cause de sa position. Formule. Si, à position, on a son mouvement. À cause de son mouvement. Là, nous, متحرك عنده énergie cinétique. Cinétique, Esma. OK? Donc, tout corps en mouvement possède de l'énergie cinétique. Qui fait m'lèche soublèche عنده énergie cinétique? Est-ce qu'il y a un jisme à m'imchi? N'a-t-il exemple, masalan, une voiture en mouvement. Une voiture. L'an-oul, hey, voiture. Là, on m'a tout l'air t'éctir une voiture. Bas, non, yani. OK? Une voiture en mouvement. كمان ان كاميون او موفمون هيدا عم يمشي عنده ماس 2500 كيلوغرام هاي عنده ماس 1000 كيلوغرام نيناتهم عم يمشوا بفيتاس V إيجال 20 متر بار سيكوند 72 كيلومتر على 20 متر بار سيكوند اوكي خلينا نخبطهم بهذا الحيط اثنيناتهم شو هيك؟ فيتاس لهم مثل ما نحن صاير لا انتوا الف رحمه هلا ماشي الحال طيب وصلنا لهون ضربوا اثنيناتهم بهذا الحيط اثنيناتهم حيوصلوا بنفس الوقت حيضربوا بهذا الحال شو حيصير هون بالفواتير؟ وقف تعوج ايه والكاميون كمان بيتعوج مين بيتعوج اصلا؟ الفواتير عادة ايه الفواتير بتتعوج اكثر واذا كان هذا لنقول شاحنة سكسوين من هول كبار او كذا دولاب من هول كبار كثير ومحملة ترابي مثلا وفاتت بحيط المسألة لها كبير ممكن ما يصير لها شيء بتضلها مكفية من الحيط يمكن تضلها مكفية حتى أكثر من الحيط ايه صح أكثر من الرياكشن ايه فهون الانرجي سينتيك اللي عندها العلاقة بشو عنده نفس الجهاز ماس بالماس فإذا 20 متر سير سكوند العلاقة بالماس طيب هلا رح نعطي الاكزامبل بطريقه ثانيه هذا اكزامبل الان لنقول فاذا الانرجي سينيتيك اي اون ريلاسيون افيك لا ماس
رح نرجع ناخذ الفواتير نفسهم، هيدي السيارة الصغيرة. وهي ذاتها هون السيارة نفسها. اوكي. لنقول هي ذاتها بعدها. هي ذاتها يعني نفس الماس 100 كيلوغرام. وهي 100 كيلوغرام. دائما بس بدنا نبرهن شغلي منثبت اللي بدناش نبرهنوه ومنغير اللي بدنا نبرهنوه نحن. اوكي. هون راح اخذ الفيتاس لإلها 20 متر بار سيكوند، وهون راح اخذ الفيتاس لإلها 40 متر بار سيكوند. فيها هون حدا فيها اكيد عم بيسوق مش هيك هون وهون، ونفوتهم بالحيط معلش شو بصير؟ اللي بالاول خلينا نصغره فيتاس لإله شوي اكثر عشان يبقى طيب بس ها ديس ديس متر سير سيكون. اوكي الكارونت الكارونت بتنعجن السياره هون هيك، بينما هيدا بتتكسر شوي بتكسر الازاز بدفاع شوي هيك بضل طيب. شوفها تحت ما في احتمال يضل طيب هيك بالحيط بسرعه كارونت متر بار سيكوند يعني اكثر من 150 تقريبا متر بالثانية كيلومتر بالساعة. اوكي كتير سريع كان المس هو ذاته بس الفيتاس اكبر شو بصير؟ من عندي لفواتور لفواتور دو سي دي فورم بلوس كو لفواتور ان شيك. فاذا كمان الانرجي سينيتيك اي اون ريلاسيون افيك لا فيتاس. فإذا السينيتيك إلى علاقة بالماس وإلى علاقة بالفيتاس مش الحال؟ طيب بمين إلى علاقة أكثر؟ بالماس؟ بنشوف هالتجربة الصغيرة عندك هيدي بلانش خشب هاي البلونش الخشب يلي هون بدنا ننزل مسمار هيدا مسمار ان كلو ام مارتو دو ماس بيان ديتيرميني هيدا الماس للمارتو عندها ماس معين هالمطرقه هاي حطيناها فوقها عندها ماس ان كيلوغرام حطيناها فوق الكلو هيدا المسمار بينزل شوي المسمار صح بينزل كثير شوي بينزل هلا اذا دقيناها يعني زتيناها على اعطيناها فيتاس وزتيناها بينزل مسمار اكثر بسهوله اكثر صح؟ صح لو حطينا عليها 10 كيلوغرام ما حينزلوها قد ما اذا زدت لها الفيتاس شوي صح صح فاذا الانرجي سينيتيك اي اون ريلاسيون افيك لا فيتاس بلوس كو avec la masse إلى علاقة بالفيتاس أكثر من الماس أوكي من هون الفورمول طبعا سنبقى ديمونتري يعني فينا ناخده دغري مباشرة مش للبرهنة أوكي انرجي سينيتيك اي دوني بار لا فورمول ان دمي ام فوا في او كاري دونك en relation avec la vitesse plus que la masse. إذا دوبلنا الماس بتصير الانرجي سينيتيك دوبل. Lorsqu'on double la vitesse, l'énergie cinétique se quadruple. يعني sera quatre fois plus grande. تبعتوا الفرق بيناتهم. Donc l'énergie cinétique est en relation avec. هاي المطلوب نحفظها نحن طبعا. طيب أستاذ كيف نعرف الانرجي السينيتيك؟ أكوز دو لا فيتاس، لا فيتاس إكزيست دونك الانرجي السينيتيك إكزيست حتى لو كان عم بهز مش عم تمشي عم بتهز ورقة شجرة عم تعمل موفمون أوسيلاتوار عندها انرجي سينيتيك تو كور أون موفمون بوسيد الانرجي سينيتيك إي كلك سوا لا ناتور دو سو موفمون مش الحال؟ أوكي طيب
بارتي بنفس البارتي عندي انرجي سينيتيك دو روتاسيون. بدي حدا منكم ينقلني الانرجي سينيتيك دو روتاسيون، نوع تاني من الانرجي. اوكي، انرجي سينيتيك دو روتاسيون ماس بتضل نفس الشيء، والفيتاس بتصير فيتاس انجولير تاتا بريم. لا شايفين انه مش عم تركزوا معي بكل شيء. انرجي سينيتيك دو روتاسيون ايجال اندومي الماس. شو هي الماس؟ انرجي اللي هي انرجي دو ترانسلاسيون. شو بنحط هون؟ بنحط انرجي دو روتاسيون اللي هي اي، اللي هي اي ام ار 2 فوا جو رومبلاس لا فيتيس بار فيتاس انجولار تاتا بريم. احسنت تاتا بريم سي تو. هيدي هي اوكي، هاي الانرجي سينيتيك دو روتاسيون. اذا كان عندي روتاسيون هلا الاي نعم. هي دائما هيك يعني؟ ايه دائما. ولا بتتغير كمان؟ لا هي دائما. الاي هي لا ام ار 2 اذا كانت بارتيكول. هون التفاصيل اللي اعطيتكم اياها، اذا كانت سيرسو، اذا كانت ديسك، اذا كانت سبار، هودي الفورمولات ما هن ذاتهم. اوكي؟ واذا كان عندها شكل مش معروف بعطيك الانرسي تاعيتها. اوكي. لازم تكون لا مش الحال استاذ. اوكي طيب، بارتي ب دوزيام سورت دو دينرجي سي لينرجي بوتنسييل. طب ودو ترانسلاسيون ما لها انرجي سينيتيك؟ هي اللي فوق ولا هي فوق؟ قلنا على الفيتاس دو لا فواتور، سياره ماشي، هودي ترانسلاسيون. هاي ترانسلاسيون خلينا نحطها هون، هاي ترانسلاسيون وهاي دي روتاسيون. الانرجي بوتنسييل سي اون انرجي لاتونت، سيتادير كاشي دي كي لو كور اي اون اكيليبر. مي سي ليكيليبر سيس داجير، سيت انرجي سي ترانسفورم او اون اوتر فورم دي انرجي. Vous êtes d'accord? C'est une énergie latente. C'est une énergie latente, c'est-à-dire cachée. Dès que le corps est en équilibre, mais si l'équilibre cesse d'agir, cette énergie se transforme en d'autres formes d'énergie. صراحة أساس فتت شوي بالحد، ما بعرف يمكن إذا أعطينا إكزامبل بيكون أحسن. ماشي، هي انرجي مخبية ما بتكون مبينة، مش واضحة كتير. اوكي، بس مجرد ما تتحول، دايما بتحول لأن بس يكون في اكيليبر بتكون مخبية، بس تبين تتحول لنوع تاني من الانرجي. مثل مثلا نعطيكم اكزامبل على المغيطة. بنزين؟ لا لا، المغيطة اللي هي بتنقفوا فيها، بتحطوا الورقة هون انتو شيك، وهي المغيطة هون، وأصابعك بتكون لقطيتها من هون ومن هون. أوكي، وهي الورقة موجودة هون، شدينا المغيطة لهون وتركناها. أول شيء إحنا وشدينا، عندها إنرجي ولا ما عندها؟ ما وي بيان سور عندها، بس نفلتها بس نفلتها حتى تعمل ترافاي. أحسنت، إنرجي بوتنسيال هاي الإنرجي المخزنة مبينة شيء؟ ما مبينة، لا. فإذا ستون إنرجي لاتونت ستادير كاشي، dès que le corps est en équilibre. هون عندي état d'équilibre هون. هلا lorsque l'équilibre est rompu, alors cette particule sera lancée avec une vitesse v. يعني elle se transforme, cette énergie se transforme de l'énergie potentielle en énergie cinétique, sera en mouvement. Ça faisant, elle se transforme d'une forme en une autre. لوسكو فينا نعتبر انه كل الانرجي هن بوتنشال تقريبا، يعني قبل ما يصير بدهم يعملوا الشغل مثلا مثل الفواتور
هي كانش عندها انرجي بوتنشال لحديت ما انا دورت السياره ومشيتها. احسنتي برافو. التنس يا استاذ فينا نقول هون التنس كيف التنس يعني في عندك فورس انرجي عندك انت الانرجي ايه صح الانرجي بوتنشال موجودة عندك بالترباين السيلاري اللي عندك اللي بدك تشتغل فيهم كانوا مخبيين وبينتهم صحيح. فإذا هذا اكزامبل فاتور حلو الاكزامبل فاتور اللي اعطيتيني اياه استاذ شو تكتب الديفينيشن كويس اكيد اكيد بس اول شيء خلينا نفهمها وبعدين بنرجع بنكتبها اوكي لنقول هيدي سياره اوكي هي واقفه هي واقفه عندها انرجي بوتنسيال عم بتقول رفيقتكم بوتنسيال وين مخزني عليك الشيء مش او انرجي بوتنسيال شو شيميك ليه او نيفو دو كومبي دو كومبستيبل فعنا شيء لان الاكسبلوجن هو اللي عم يشغل السيستمات مزبوط احسن انرجي شيميك ابري الاكسبلوجن اتس ترانسفورم او انرجي كمان بوتنسيال شو ميكانيك شيميك ترميك اون انرجي ترميك صارت ترميك قبل الميكانيك الانرجي ترميك بينتج عنا هيدا الانفجار اللي جوا بقلب البيستون بعد الانرجي ترميك تتحول لانرجي شو ميكانيك يعني سينيتيك بوتنسيال طالعه نازله حسب على السهل شو ما كان فاذا ايه مزبوط هيدي اكزامبل كمان انرجي بوتنسيال كشي طيب ان ريسور بتعرفوا البيستولي ايه هيدا الفرد اللي بيستعملوه له فلاشات هلا بس تخلصوا بتروح انت فهميته وبطلت شو يعني له فلاشات لا الـ هيك له هيدي اللي بفونتوز من هون عشان نقوس على الازاز ايه طب خلص عليها ايوه وهيدا الفرد هون ايد الفرد هون هيك اوكي نضغط لجوا بفوت الريسور لجوا بنضغط لجوا هيك بيعمل ديفورماسيون ايه مجرد ما تفلت الريسور بتروح هاي بتتحول ل انرجي سينتيك لانه عندها مواصفات معينه بتلزق على الازاز اوكي استاذ ايه الدوزيام اكزامبل تاعت الفاتور بس بس انه تصير انرجي بوتنسيال ترميك شو بترجع بتصير انرجي ميكانيك اوكي يعني سينتيك وبوتنسيال ميكانيك هي سينتيك او بوتنسيال او اثنين سوا بعدين بنحكي فيهم بالتفصيل فاذا سو ترانسفورم انرجي ميكانيك في حركه بصير معينه بتمشي السياره يعني فينا نقول يا استاذ انه رده الفعل هي البوتنسيال مش ردة الفعل ردة الفعل هي بتصير النوع تاني من الانرجي الانرجي سينتيك هي ردة فعل عن الانرجي بوتنسيال اللي كان اوكي فاذا صار في عندي كان عندي انرجي كاشي مخباية هذا فيك انت ما تقوز خليه مخبى هيدا فمجرد ما تفلت الريستور تتحول لانرجي لنوع تاني من الانرجي تبعتوا كيف مثل المغايطة هيدا نفس الشيء هول بيشبهوا بعضه اوكي بيشبهوا بعضهم بس هذا ريستور وهديك كوتشوك طيب فعندي اللغم الارضي اللي بحطوه الاسرائيليه والقنابل العنقوديه وغيرهم اللي درستوا او فرجوكم عليهم لما عملوا دراسه عليهم شيك عشان تتنبهوا منهم هودي القنابل العنقوديه اللي بيشتغلوا على الحراره او على الدعس على الضغط كمان هول عندهم انرجي بوتنسيال شيميك كاشي بس يدعس عليها الواحد سلحت مش هيك بدها تنفجر بس يرفع اجره بدها تنفجر فيه احيانا هي اللي على الضغط مش هيك مجرد ما يدعس عليها او يدعس عليها مليلي حسب الـ الوجهه اللي موجهين عليها يدعس عليها الشخص المفروض ما يقوم عنا لحتى يعيط لحدا يتلفن لحدا لانه اذا ضغط عليها تسلحت مجرد ما يرفع اجره عنا حتنفجر فيه
ضلوا داعس عليها بشوف حجر تقيل بحطه محل اجره وبيرجع بيقوم عنا اذا كان بده في حجر حواليه او بده يعيط لحدا يساعد. هيدي عندها انرجي بوتنسيال شيميك كاشي مخبايه بتكون، اوكي البارود الموجود جوا بده ينفجر، اوكي مجرد ما ينفجر في الجسم تاعه مكون من شظايا بده ينقل الشظايا بكل المطارح الموجوده هون وبيؤدي للي بيؤدي عليه. عاده بصير ترافاي بصير عندي انرجي سينيتيك للبارتيكول يلي انفجروا بعد الديفورماسيون، اوكي. في عندنا كثير انواع من الانرجي بوتنسيال، حجره موجوده على ارتفاع معين، اوكي لمصاص ايه والرسول حكينا عنه هلا من شوي، هي حجره بس موجوده فوق مجرد بس ما حدا يتفشى حتوقع لتحت، يعني حتتحول الانرجي اول شيء كاشي. شو حجر موجود على السطح شو عنده انرجي؟ عنده انرجي بوتنسيال كاشي، اوكي طالما انه في اكيليبر، بس اللي بطل في اكيليبر شو بتتحول لنوع تاني من الانرجي يلي هو انرجي سينيتيك بهالحاله. اوكي استاذ فينا نعتبر البالانسوار انرجي بوتنسيال؟ اكيد هي ثابته بس حتى يقعد عليها بتتحرك. لا لا مش هي هي عم بتحرك، هو البوا والبوا عنده هون شيك، لنقول هيدا البالانسوار هاي البوزيسيون دي اكيليبر وبده يصير يروح ويجي. مين اللي عم ياخده ويجيبه هون؟ هو انرجي بوتنسيال. انا الانرجي بوتنسيال مش انت، لا البوا اللي لك البوا استاذ. كل شيء اكليبري يعني في بقلبه انرجي بوتنسيال صح؟ هلا اذا كان في عندنا في بوتنسيال صحيح، فيك تقول كل شيء عنده انرجي بوتنسيال بالمطلق، بس اللي بتاخذوها انتم في في بعض الاحيان بيجي ما عنده انرجي بوتنسيال لانه بكون موجود على ريفرنس وفي مواصفات معينه، بس مبدئيا حتى بس توصل على التيرمينال حتى الجسم الموجود بدون ما يكون في شيء عم بيحركه ولا قادر يتحرك ولا شيء كمان عنده انرجي، بعدين بنحكي فيها اسمها انرجي نيوكليير، اسمها بوتنسيال نيوكليير نوويه هيدي بعدين بنحكي فيها بوقتها تيرمينال. طيب هيدا البالانسوار عنده انرجي لما بيكون بهاي البوزيسيون اه عنده انرجي بوتنسيال دو بيزونتور فيتاس ايغال زيرو، ما في سينيتيك، في عنده انرجي دو بوزيسيون وزنه شو بيعمل بينزله لتحت. هون لنقول هون في ريفيرنس هون الارض مثلا، هون عنده انرجي شو سينيتيك بس ما عنده انرجي بوتنسيال لانه صار على الريفيرنس، بيرجع بيطلع لهون ببلش يكتسب انرجي بوتنسيال، سينيتيك بتتحول لبوتنسيال، بترجع هون البوتنسيال بتتحول لسينيتيك انسي دي سويت، بصير في عندي عمليه اوسيلاسيون بين الاشانج انرجيتيك بين البوتنسيال والسينيتيك، وحده بتخسر وحده بتربح وبعدين بنحكي بتفاصيلهم كيف بصير. بس خلينا نكتب الديفينيسيون للانرجي بوتنسيال اون جينيرال. فار ديفينيسيون c'est l'énergie que possède un corps à cause de sa position. À cause de sa position. Okay. من خلال البوزيسيون لأنه نعرف أنه عندنا انرجي بوتنسيال. On peut distinguer plusieurs sortes d'énergie potentielle اللي بناخذ منها بس دو جونغ نحن. عندي أول نوع هو انرجي بوتنسيال de pesanteur, énergie potentielle et gravitationnelle, يعني اللي هي البوتنسيال de pesanteur. Énergie potentielle et gravitationnelle ou de pesanteur. يعني dû au poids, énergie potentielle dû au poids. Hey, lorsqu'un corps se trouve
au-dessus d'une référence. Par exemple, on a une référence de l'énergie potentielle de pesanteur. نحن بنعتبر هالريفرنس هيدي دو لينيرجي بوتنسييل دو بيزونتور بنعتبر انه الانرجي بوتنسييل دو بيزونتور عندنا نحن ايجال زيرو هون سي دو فوت شو فيك تختارها انت او انا بختار لك اياها اذا عندي جسم موجود هون هيدا الجسم عنده ماس ام سي تروف اون اوتور اش دي سول عنده انرجي بوتنسييل كمان الجسم الموجود تحت هون se trouve à une certaine hauteur h prime a une énergie potentielle alors que le corps qui se trouve aux références n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur. En général, cette énergie est donnée par énergie potentielle de pesanteur ou gravitationnelle égale m fois g fois z. Z égale H positif lorsque le corps est au-dessus de référence VA de la référence. Non. Soyez Z. Z c'est l'abscisse par rapport à la référence choisie. يعني إذا الرفرنس موجود هون عرفت كيف؟ يعني هون zero مثل الO zero هون. انرجي بوتنسيال ايجال زيرو هون اذا فوق بتكون بوزيتيف تحتها بتكون نيجاتيف اوكي هي عم حطهم انا هون زد ايجال اش يعني بوزيتيف اوتور بوزيتيف او دوسي دو ريفرنس يعني لوسكو لو كور سي تروف او دوسي دو لا ريفرنس زد ايجال زيرو لو كور سي تروف ابارتيان ا لا ريفرنس choisi Z égale